السلام عليكم، كدايرين؟ صبحتو لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير. بغيت لكم من الفطور ديالنا انا وخواتاتي، باتوا معايا كيعجبهم يعوموا في اللابسين بالليل، صافي باتوا معايا ودرنا فطير على قد الحال، خبيز وكونفيتير. وهذا المهم هو ان الجماعين يجمعوا يضحكوا ويلعبوا، ماشي مهم هو الماكله. صافي البنات، هنا كنوريكم الطبيعه كي دايره. كنفطر هنايا، كنطل النهار كله عندي طاقه ايجابيه والله العظيم، كرتاح صافي. عرفتي الا مشيت لداري كديني واحد الغمه على قلبي، نتمنى امتى نرجع هنايا. كيكونش حد هكا جا عندي ولا هذا، كنمشي للدار صافي بحال مشيت غير ضايفه لهذيك الدار، وخا داري بحال غير ضايفه، خصني بالزربه نرجع هنايا. كنلقى راحتي هنايا الصراحه والله. اوه الحمد لله، اللهم لك الحمد. ايوا صافي هنايا غادي نفطرو، غادي نوضو نقضيو الشغل، نشوفو شنو غنديرو. البنات دخلت فيا تقول لي اختي زرانه، اول مره نشوفها عندي في الكوزينه. عرفتي راه دابا هي شي 13 عام باش دايرين حنايا هاد الفيرما، واول مره شفت هاد الضفدعه الصغيره. لا البنات راه العجب والله، عرفتي تفاجات، انا عمرني ما شفت شي وحيده هكا صغيره. كنشوف هاديك الزرانه هكا ديال الماء ولا في التلفازه ولا كنتفرج في شي حاجه، كنشوف هاديك الضفدعه الكبيره اولا، ولكن عمري ما شفتها عندي بحال في الكوزينه هنايا. في عيط داك الود اللي معانا هنايا في سميتها الفيرما، قلت لي الضفدعه، قال لي ماشي مشكل عا صغيره كتكون، قال لي انا في شايفها. قال لي ماشي مشكل. هنا البنات خرجت لقيت هاد البلاصه في غنجلسو حال شبه هاد الوراق ديال الشجر اللي طاحو. صافي قلت لولدي ولاد خواتاتي، قلت لهم اللي بغيتو تعوموا في لابيسين يلا نقيو هاد الدنيا باش ما تبقاش في هاد الورق ديال الشجر. وهاد وهما مساكن والله اللي خدموا من نيتهم الله يرضى عليهم. شو نادا، شنو كدير نادا، كتشطب من نيتها تما. حاطه دوك المخاد وهذا خليناهم بالليل، نسيناهم. وداك الرشات اللي كيرش بالغازو فزقهم كاملين، صافي حتى شوف ما يتشمسو. والجو الصراحة اليوم ما مشمش بزاف، زويون صافي. كيتحرق هاد الوراق كيبدا يطيح، عرفتي كيعفن لينا الدنيا، ولكن سالاو هادشي كله حيدوه. صافي قلت لهم دخلوا في عمو دابايا، صافي بارك عليكم. ملي نقيتو الدنيا حيت كيبقاو طلعو برجليهم وكيهبطو، غادي يبقاو هاكا يترون لابيسين. اللهم حيدنا هداك الشي صافي، وخليتو معاهم على خاطرهم. بنت خويا راه كتخاف، راه جالسه غير في الطريف ديال الطريف ديال هدا ديال لابيسين في الدريده، وخلاص هاد البلاصه راه ما غارقاش، هاد الجهه الصغيره ما غارقاش. ايوا صافي غادي نخليهم كيعوموا، غادي ندخل عند اختي كتصاوب كسكسو. دارت واحد كسكسو ما شهيتكم فيه بالكفايه، قلت لها شوفي انا كنبغي داك الزواق ديال التمار وداك الشيء، راه ما عنديش معاهم، ما كنحملوش الصراحه. انا كنمشي عند شي حد وبقى كيزوق التفايه بالتمر ولا البيض ما كيعجبني. صافي التفايه كيعجبني فيها حمص، التفايه ديال البصله والزبيب وقريعه، صافي هادشي اللي التفايه البلديه زوينه. اما داك الزواق راه غير زواق ما كاينلاش. ايوا صافي هنايا حطينا هذا اللبن، حطينا خصريه هاكا خصريه لينا وخصريه لوليدات، خصريه صغيره حطيناها لوليدات، واحد تفايه بنينه بنينه بنينه، ومعرف معرفين تفايه باللحيمه ديال العيد واعره والله العظيم ما شهيتكم فيها. بعتها حتى اصلا اختي اللي دارتها راه كتجي بنينه اللي طيبتها. انا كنحماق على كسكسو التقليه ديالها، كندير التقليه راه عييت نصاوب التقليه، ولكن التقليه ديال اختي كتجي بنينه وزوينه. صافي هنايا يعني نخرجو الديسير، تغدينا جبنا، مشيت صايبت لهم انا الديسير الصراحه، مفطرتش بكري ما تغديتش كاع معاهم، غير ضقت واحد شويه. صافي مشيت قطعت الكوار، الدراري غير كلاو كسكسو هبطوا للما، قالك تحط
كان بلاتهم كنا ناكل الكوار. ايوا صافي قلت لهم ماشي مشكل، دابا الدنيا خاوية، ما كاين زعما ما كيكونش حد براني اللي خاصك من تاكل في الوقت دير، ما كاين حد براني وقت ما قلت لك كليت وقت ما. عاجبهم الحال ناشطين، واللي راه تيبقى اللي حركه اللي دارها يقول لي تسناي ماما تسناي، ماشي ماشي باش نشوف نشوفو كي دير شي حركه، شو باغي تخشى في المس ويسني تشوفيني. قلت لي برافو عليك. اشوف الدراري فين حطيت ليهم اختي، قالت ليهم ما تقربوش للطبله، فازي راه تلقونا الطبله وخلاص، راح مفرشين غير الحصيره الصراحه، لو كنت عارفين الدراري تطلعوا برجليهم ما حطينا الزربيله ولا دايرين غير الحصيره ومدورنا بواحد البونجيل. دابا راه كدور في ولده بغى يمشي بغى يتخشى في لابيسين وعاد رجع ياكل، قالت له ديك الحاله مزينك بديك الحاله بالتراب وتخشى في لابيسين، قالت له حتى تمشي تشلل بالماء عاد تخاف في لابيسين. بنت خويا باغي تيخار مكاحل عليهم وكان تاكل. الوليدات باش ما كانش ينشطو، عرفتي حطاتهم لهم في الارض وناشطين عاجبهم الحال. ايوا صافي هنا مشيت وصلت لخواتاتي والوالدة للدار حيت اقرب ليا هنايا، التلفازة يا البنات حرقت ليا البارح، بغيت نشعلها الكيتان ما عرفتش ندير الولد بقى صغير بقى تيخربق هو يحرقها. صافي مشيت جبت التلفازة اللي عندي في الدار تما عندي في واحد البيت، صافي حيدت هادي وجبت هادي، هو الولد غادي يعلقها ليا دابا. قلت لولدي قال لي ماما بغيت نعوم، قلت ليه علق لي بعد التلفازة وبعد السير. هنا البنات نوريكم انني جبت تشوفوني جبت جوج ديال البندوس جوج ديال هاد سميتو ديال اللي كنت لبيه اليدين، راكم عارفين البنات اللي شافوا الفيديو ديال الشقة ديالي ديال الدار ديال هنايا حدا هنا زعما حتى انا جالسة بخنادق، راها عارفين ان عندي جوج ديال الدوش، كنحط هاد الدوش وكنحط الدوش ديال بيت النعاس. صافي جبت لوليداتي هكا داكشي اللي خاصهم، جبت كرواسة والخبز باش يديرو الكوتي، باش قالك اللي بغينا الروز، صافي تنطيب لهم في الروز. صافي جبت كاع اللي خاصني كامل، ولدي الكبير هبط كيعوم قدام معاه الولد الصغير، صافي وانا قلت نحيد عليا تسمي لي هما ما كاينينش، هو علق لي التلفازة قال لي ماما سالي ونحيد هاد الخيوطة ونقادم نمشي نعوم شوية. ايوا صافي مشى يعوم، ايوا انا غادي نقاد، راه دخل البيت حط الحوايج ربج ليا الدنيا ومشى. صافي قالت ماما ترجع نعلق حوايجي. هنا صافي طرفت الدنيا، البنات هاد الروض بحال الهربر بحال البلدي بحال جابو الزوج ديالي ما عرفتش منين جابو، شتو كيف داير ماشي الروض العادي بحال الحمرة. قال لي جربيه واش غيجي بنين في الطياب حتى هذا بلدي، تاع الصراحة ما عجبنيش ما فيش البنة زوينة. ايوا صافي حنايا تنطيب الروض غادي نبرا قرب المغرب، عم قوال بقات له شي 10 دقائق وقيل يقول الله اكبر. صافي البنات درت الروض طرفت الدار، استفت الاخرى اللي جبت القضية اللي جبت وغادي ندخل نضربها بواحد تدويشه ندوش باش نرتاح حتى انايا وناكلو الروز داكشي مع المغرب شويه الديسير. صافي كنديرو حنايا عشا و عشا وكتكرون بالزرب بالزرب، راه كنديرو بكري راه غير دابا يا صافي مشاو الوليدات يعومو. هنا كنوريكم يديا كنساو كنحطها قدام الكاميرا كدير الضبابة في الكاميرا. البنات ما تسمنيش من التعاليق الزوينين ديالكم، لايكات البنات لايكات، بارطاجيو الفيديو الله يجزيكم بخير، راني ملي كنكون كنصور وكأنني كنصور مع عائلتي. والله العظيم بحال كنصور مع العائلة ديالي، كنصور وأنا مرتاحة وبحال عائلتي كلها كتشوف فيا.
صافي بدات نحطت لهم شويه ديال الروز، شويه ديال الكيسير. الكرموس اول مره غنجيبو، يلا غندوقوه ان شاء الله. هنا كنوريك ملي كنطيب ضروري الروز بعويه ديال القرفه، كيطلق فيه واحد البنه واعره. صافي جبت الكرموس، ايوا غنتعشاو هذا عشيوتنا.